رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام في أولى وقفتنا الحوارية في حلقة النهاردة من هذا الصباح ووقفتنا اليومية المعتادة مع بلاط صاحبة الجلالة، بنستعرض فيها أهم وآخر عناوين الصحف الصادرة في القاهرة صباح اليوم. ويسعدني أن يصحبني في هذه الجولة الأستاذ بسيوني الحلواني مدير تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير يا أستاذ بسيوني. أهلا بيك. صباح الخير يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ من جريدة الأهرام والموضوع الرئيسي بالتأكيد اللي كلنا منتظرينه اليوم وهو مؤتمر الشباب. السيسي يشهد اليوم انطلاق مؤتمر الشباب بالإسكندرية، اسأل الرئيس يتصدر الجلسات وبحث مؤشرات ونتائج الإصلاح الاقتصادي. يعني أصبح عادة دورية انطلاق أو إقامة مؤتمر الشباب لإيجاد وسيلة للتواصل، وسيلة مباشرة وفعالة للتواصل ما بين القيادة السياسية وما بين المواطنين بشكل عام والشباب تحديدا بشكل خاص. ماذا عن هذا المؤتمر الذي نحن بصدد انتظاره اليوم؟ أهم الملفات والقضايا التي من المتوقع أن يتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر. زي حضرتك ما قلت يا أستاذ محمد، المؤتمر فرصة كبيرة للتواصل ما بين القيادة المصرية وما بين كبار المسؤولين في الدولة وما بين كافة المواطنين وخاصة الشباب. نحن أمام النسخة الرابعة للمؤتمر، عقدت ثلاث مؤتمرات من قبل كانت مفيدة للغاية، كانت إيجابية، كان لها نتائج جيدة، فتحت آفاق جديدة للحوار والتواصل ما بين القيادة وما بين الشباب. كان فيها تدريب جيد للشباب على كيفية التعامل مع مثل هذه اللقاءات، مع كيفية الحوار مع كبار الشخصيات في الدولة. مهارة الحوار في حد ذاتها مهارة مفيدة جدا بالنسبة للشباب. من خلال المؤتمرات السابقة تم تعريف المجتمع المصري كله والشعب المصري كله بما يتم على أرض الواقع من إنجازات، من أعمال تنموية، من مشروعات للمستقبل، من إجراءات لحفظ الأمن على أرض مصر. أجاب الرئيس على تساؤلات الشباب في مختلف المجالات بحرية وبتلقائية. إذن نحن أمام مؤتمر مهم للغاية، نتمنى أن يتواصل وأن يعني تتم اتساع قاعدة المشاركة فيه خلال الفترة القادمة. مؤتمر اليوم سيشارك فيه 1300 شاب من أربع محافظات، هي الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح. هؤلاء الشباب شباب جامعات، مع شباب تم ترشيحهم من المحافظات، مع شباب طلبوا المشاركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي، مع الدفعة الثانية لتأهيل الشباب للقيادة، مشروع الرئاسة لتأهيل الشباب للقيادة، مع شباب الأحزاب. نحن أمام كوكتيل متنوع من الشباب يضم مختلف الثقافات ومختلف التوجهات. سيتم فتح حوار بناء بين الشباب وبين الرئيس، بين الشباب من خلال برنامج أو فقرة اسأل الرئيس. سيتم صحيح. تعريف هؤلاء الشباب بما تم إنجازه في بعض مجالات التنموية خلال المرحلة الماضية، في مقدمتها مجال الطاقة. هناك محور للحديث عن الطاقة وما تم فيها من إنجازات خلال الفترة الماضية، سيتحدث فيه وزير الكهرباء ووزير البترول، وعنوانه هو الطاقة بين التحدي والإنجاز. سيتم تعريف الشباب أيضا بما تحقق في مشروع تكافل وكرامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهناك عدد كبير وعدد ضخم من المواطنين استفاد من المشروعين، مشروع تكافل ومشروع كرامة. وأيضا سيتم تعريف الشباب وتعريف المجتمع المصري كله بالرؤية المصرية لخطة 2030 أو لمشروع 2030، وما سيتم يعني طرحه من أفكار تنموية وتحقيق يعني طفرة حضارية كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة قبل أن نصل إلى 2030 إن شاء الله. صحيح. يمكن زي ما حضرتك ذكرت من أهم أهداف المؤتمر هو دمج الشباب في الحياة السياسية والمجتمعية والاقتصادية في مصر في الفترة الأخيرة عن طريق السماع لمقترحاتهم وأفكارهم وتعرفهم بكل ما يجري من قضايا سواء سياسية أو اقتصادية
يعني توعيتهم وايضا الاستفاده من افكارهم وطموحاتهم. يمكن من ابرز الفعاليات زي ما حضرتك قلت فاسال الرئيس، يمكن اسال الرئيس تحديدا ما بداتش مع بدايه المؤتمر، هي بدات يمكن في الدوره الاخيره من هذا المؤتمر، وكان ليها مردود اعتقد ايجابي على الشباب ان هم يقدروا يسالوا ورئيس الجمهوريه شخصيا هو اللي يجيب. ده مردوده ايه على فكر ووعي الشباب وتكوينه في المرحله القادمه، وبالتالي ينعكس يعني ازاي على الحياه السياسيه والاقتصاديه في مصر؟ اعتقد ان دي حاجه جديده يعني احنا لم نتعود عليها في مصر. كان دائما رئيس الجمهوريه يعني يخرج على الشعب ويتحدث في مؤتمرات محدوده، في لقاءات محدوده، يتم الاعداد لها جيدا، يتم الاتفاق على الاسئله، يتم تحديد عناصر للاجابات. الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح افاق جديده للحوار التلقائي ووليد اللحظه ما بينه وبين الشباب. هذا الحوار بالتاكيد يعني يعطي طمانينه للشباب بان لا شيء يعني لدى الدوله تخفيه عن شبابها، يعطي جراه للشباب لكي يسالوا يعني اكبر شخصيه في البلد بحريه وبتلقائيه ويعرضوا افكارهم دون ان يتدخل احد، والرئيس يجيب بتلقائياته المعهوده التي يعني عهدناها فيه. فاعتقد ان الايجابيات كثيره جدا لهذا الحوار، وهذا الحوار يعني ينبغي ان يكون رئيس الدوله قدوه لكل المسؤولين في كل القطاعات. ينبغي على رئيس الجامعه مثلا على سبيل المثال ان يلتقي بطلابه وان يتحاور معهم بايجابيه وبتلقائيه كما يفعل رئيس الجمهوريه. ينبغي على ايضا يعني الاحزاب السياسيه ان تلتقي بشبابها وان يتم فتح حوار ايجاب بناء يعني يتم فيه مناقشه مختلف القضايا بحريه وبتلقائيه. انا اعتقد ان ده ينبغي ان يكون يعني هذه الفقره ينبغي ان تكون قدوه لكل المسؤولين في مصر لفتح افاق مع للحوار مع كل المحيطين بهم والعاملين معه. صحيح، هو يعني على كل حال احنا بصدد نقل وقائع افتتاح المؤتمر في خلال يعني دقائق قليله، ولكن خلينا نكمل جولتنا الصحفيه ونروح لجريده الاخبار من صفحتها الاولى ونقرا: ضربه امنيه ناجحه ضد حركه حسم الارهابيه، تصفيه 8 عناصر بالفيوم وضبط خريطه بعملياتها القادمه. ما زالت الحرب مستمره على الارهاب، وهذه المره يعني تم تصفيه عدد كبير من العناصر، وايضا تم ايجاد خريطه للعمليات قادمه، وده يمكن بالتاكيد القوات من دحر هذه العمليات. تعليقك على هذا الخبر سيدي الرئيس؟ انا احيي اجهزه الامن المصريه على ملاحقه هؤلاء الارهابيين، واطالبهم بمزيد من الملاحقه، بمزيد من الضربات، بمزيد من عمليات الردع. حادث البدرشين وما كشفته الكاميرا لنا كان حادثا مؤسفا للغايه. صحيح. شاهدنا يعني كيف استهان الارهابيون بابنائنا من افراد الشرطه، وكيف يعني للاسف الشديد يعني كانت هناك مواقف سلبيه من المواطنين الذين شاهدوا الحادث، الذين اكتفوا بالفرجه على ما حدث. البعض له العذر والبعض ليس معه اي عذر. كان هناك سيارات تمر على الارهابيين وهم يقتلون ويجمعون الاسلحه في هدوء وبتلقائيه، وانا يعني تحدثت عن هذا الامر في مقال بجريده الجمهوريه تحت عنوان الكاميرا فضحتنا. اجهزه الامن مطالبه بمزيد من الملاحقه الامنيه. لا ينبغي ان ننتظر عندما يقع حادثا مؤلما يدمي قلوب المصريين ويؤلم مشاعرهم لكي نتحرك. ينبغي ان نتحرك كما تحركت قوات الامن بالامس ولحقت هؤلاء العناصر قبل تنفيذ عملياتهم الاجراميه. لدينا اجهزه امنيه نثق فيها جيدا، لدينا اجهزه امنيه قويه هي الاقوى في المنطقه العربيه، ننتظر منها المزيد خلال المرحله القادمه. ينبغي دحر هؤلاء الارهابيين، ينبغي ان يكونوا قدوه، ينبغي ان يكونوا عبره لمن يعتبر. لا ينبغي أن نتهاون معهم، لا ينبغي أن نتركهم ينفذون عملياتهم ثم نتحرك بعد تنفيذ العمليات. ينبغي أن نبادر ونصل إليهم في أوكارهم ونلاحقهم
ونقدمهم للعدالة إن تم الإمساك بهم أو يتم تصفيتهم لو تبادلوا إطلاق النار مع القوات. طيب نروح لجريدة الجمهورية وأيضا من صفحتها الأولى نقرأ الحد الأدنى لكليات القمة انخفض 6 درجات، بترول السويس وطب المنصورة والاقتصاد في مقدمة أولى تنسيق وغدا بداية المرحلة الثانية. مدلول انخفاض درجات القبول 6 درجات في المرحلة الأولى من التنسيق، كيف ترى هذا الانخفاض؟ هو نتيجة طبيعية لانخفاض المجاميع هذا العام. درجات الطلاب قلت على مستوى الثلاث شعب العلمي والأدبي والرياضة، فمن الطبيعي أن تنخفض نسب القبول بالكليات المختلفة، فهذا أمر طبيعي. الثانوية العامة، امتحان الثانوية العامة هذا العام كان فيه بصمات جيدة، كان فيه علامات جيدة للغاية. النظام البوكلت أدى نتيجة جيدة، لم تكن هناك يعني طفرة في المجاميع بشكل يعني كما كان يحدث في الأعوام الماضية. فكان من الطبيعي أن يتم انخفاض المجاميع. صحيح. طيب خليني أتوقف مع حضرتك لدقائق أستاذ بسيوني، ومعكم مشاهدين الكرام ننتقل للزميلة نجلاء الجعفري لمتابعة موجز لأهم وآخر الأخبار، ونعود مرة أخرى لاستكمال الحوار. أهلا بكم مشاهدينا، وهذا موجز جديد لأهم الأنباء. تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب في نسخته الرابعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الأسكندرية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحو 1300 شاب، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الجامعات والمثقفين والصحفيين والإعلاميين وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. هذا وينضم إلينا من محافظة الأسكندرية زميل عمرو عبد المجيد. عمرو صباح الخير. عمرو هل تسمعني؟ مرحب بكم مشاهدينا الكرام من عروس البحر المتوسط محافظة الإسكندرية، حيث يصل بالطبع قطار يعني التنمية وقطار الشباب إلى هذه المحطة، وهي المحطة الرابعة في عمر هذا المؤتمر الهام هو مؤتمر الشباب. في الحقيقة طبعا هذا المؤتمر مخصص بالأساس لمشاركة غرب الدلتا أو المواطنين القاطنين في منطقة غرب الدلتا اللي بتمثل طبعا محافظات الإسكندرية ومحافظة مطروح وكمان محافظة البحيرة ومحافظة كفر الشيخ. مرشح لحضور هذا المؤتمر الهام في نسخته الرابعة بعد طبعا ما انعقد في نسخته الأولى في القاهرة وبعد ذلك في مدينة أسوان ثم الإسماعيلية ثم يصل إلى الإسكندرية، مرشح لحضور هذا المؤتمر حوالي 1300 شاب وشابة من محافظات إقليم غرب الدلتا عشان يشاركوا في هذا المؤتمر الهام، من طبعا طلاب الجامعات في منطقة غرب الدلتا وكمان أصحاب المال والأعمال وكذلك العاملين في الحقل الخاص بمشاركات جمعيات الأعمال الخيرية وكذلك من شباب الطلاب ومن شباب البرنامج الرئاسي، بيشاركوا طبعا بشكل كبير وبكثافة في هذا المؤتمر. كمان من ضمن البارز في هذا المؤتمر ان لا يقل عن 60% من الشباب المشاركين في هذا المؤتمر سيكون من الشباب الذي لم يشارك من قبل في اي مؤتمر من المؤتمرات الشبابية. كمان يحق لاي شاب ان يتقدم عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمؤتمر للمشاركة بشكل كبير فيه، وبالتالي يمكن المساهمة والمشاركة في هذا المؤتمر الهام باي طريقة وباي وسيلة من الوسائل. من أبرز الموضوعات المستمرة في هذا الموضوع هو بالطبع البرنامج أو الفقرة الخاصة بإسأل الرئيس، نحدثكم طبعا عنها بعد ما انضم ضيفنا الكريم دكتور مدحت العدل. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير دكتور. طبعا تحضر على هذه المؤتمرات لما تمثله من قيمة وقامة طبعا لمشاركة الشباب والتواصل مع السيد الرئيس مباشرة، تفضل يا فندم.
أنا حضرت من بداية انطلاق دعوة لعام الشباب اللي السيد رئيس عملها في الأوبرا، أنا كنت موجود، وبعد كده حضرت المؤتمر الرئيسي اللي كان موجود في شرم الشيخ، والحقيقة كنت سعيد جدا جدا لتواجد الشباب ولتواجد أطياف من الشباب، حتى المعارضين كشخصيات عامة شباب أو مش شباب كانوا موجودين في مؤتمر شرم الشيخ، وده في حد ذاته دليل قوة الدولة إنها ما عندهاش أي مشكلة لما تبقى هناك معارضة وطنية تبقى موجودة جوه طيف الطيف المصري، وده في حد ذاته إنجاز. أنا شايف إن الدول لا تتقدم إلا بتضييق الفجوة بين الأجيال، وده بيحصل من خلال مؤتمرات الشباب. إحنا كجيل بيحكم بحكم العمر، لازم نستفيد من الشباب بتمردهم وجرأتهم وقدرتهم على التفكير بره الصندوق، هم يستفيدوا مننا من خبرتنا وتاريخنا. ده ما بيحصلش غير من خلال هذه المؤتمرات، نستمع إليهم ويسمعونا ونقرب من بعض، عشان كده مصر تستطيع أن تنطلق إلى الأمام. طيب دكتور، من ضمن أبرز الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال أو المؤتمر اليوم هو طبعا اسأل الرئيس، بيتم التواصل مباشرة مع السيد رئيس الجمهورية على الصفحة الخاصة بالأسئلة على صفحة المؤتمر، وكذلك طبعا من الشباب اللي هيكون حاضر إن شاء الله سيتم التواصل. ده بيفتح نوع من النقاش مع رئيس الدولة مع الشعب، فبالتالي التقاء الأجيال مباشرة، وزي ما يقولوا جيل بيسلم جيل يا دكتور. طبعا أنا موافق جدا وسعيد جدا أن الرئيس يستمع بشكل مباشر ويجيب، هو شديد الصراحة وشديد النزاهة وشديد الكفاءة، فهو هيجيب بحوار من القلب إلى القلب على كل الأسئلة المطروحة للشباب بيفكر فيها. الإرهاب لازم الشباب يبقى عارف تفاصيل عن الحرب اللي بتتعمل على مصر، سواء إرهاب داخلي أو خارجي، لازم يسألوا عن الحريات، لازم يسألوا عن العدل الاجتماعي في ظل التعويم الجنيه والفئات، يسألوه على تمكين الشباب من الشغل في المحليات، وفي أسئلة كتيرة يقدر يطرحها الشباب ويجيب عنها الرئيس بقلب مفتوح إن شاء الله. طيب دكتور، من خلال رؤية حضرتك طبعا المشاركين وتنوع الأطياف السياسية، ده بيكسب إيه للشباب ويعود إيه على الشباب هذه المشاركة الكبيرة من كل أطياف المجتمع؟ هناك طبعا شباب مخصص بالأساس لمدن غرب الدلتا، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، عشان يشاركوا بنسبة لا تقل 60% بشكل جديد عن أي حد شارك في المؤتمرات السابقة يا فندم. شكل المشاركة وشكل الأسئلة اللي ممكن تطرح، وكذلك شكل المشكلات والمعوقات اللي في هذه المدن. اولا انت بتقول لي يستفيد ايه؟ اول حاجه يستفيدها الاحساس بالانتماء للوطن، مهتم بيه انت. الاحساس لما الوطن بيهتم بالشباب، الشباب بيهتم بالوطن، الانتماء دي اول حاجه. انا طرحت اسئله كثير معك قلتها من شويه، تمكين الشباب، الشباب فين في المجالات، موجود فين في المحليات وفي الإدارة، اللي هي بتعاني من كثير من أمراض ما قبل الثورة من 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 الفساد ومن ومن ومن، والشباب هو ببراءته اللي موجودة جواه تقدر تدخله جوه هذه العجلة، فيضيف إلى المحليات المترهلة دي بأنه يبقى موجود، خاصة في المناطق اللي أنت بتقول عليها، بحيث إن تتسع، ما نبقاش مركزين بس في القاهرة، نبقى في كل المحافظات. يعني أنا شايف إن المؤتمر وتوصياته ووجود الشباب فيه بشكل مهم جدا من أجل وطن أفضل إن شاء الله. طيب دكتور، مدحت العدل بفكره طبعا الواسع ويعني كتاباته المعروفة وأفقه الواسع، ماذا يحمل في جعبته اليوم يا فندم؟ أنا عندي يعني أنا هبقى إن شاء الله بكرة عندي جلسة، هبقى مستمع ثم سبيكر بعد كده، عن آليات إزاي تتحول الدولة النجاح إلى دولة فاشلة، وإزاي نقاوم فشل الدولة. أعتقد إن ده هيبقى المحور اللي أنا هتكلم فيه من خلال القوة الناعمة اللي هي السينما وهي الإعلام وهي كذا، وأنا محضر ورقة كده للكلام، بس مش عايز أقولها دلوقتي، هقولها بعد كده في التوصيات. شرفتني يا دكتور، وإن شاء الله مشارك ومشاركة قيمة من حضرتك. شكرا يا فندم دكتور متحلي، شكرا يا فندم لحضرتك، شكرا يا فندم. إذا مشاهدينا الكرام، يعني ده طبعا جزء من المشاركين، طبعا المشاركين كثر، وكما ذكرنا لحضراتكم إحنا بنشارك أو المشاركة بتكون حوالي 1300 شاب وشابة من مدن غرب الدلتا. في الحقيقة كمان تم توجيه الدعوة للطالبة مريم فتح الباب وهي الأولى على الجمهورية، مشاركة بشكل كبير جدا. فتمام فندم. دكتور أسامة الأزهري فندم ينضم لينا، تفضل يا فندم.
بنرحب بيك دكتور اسامه. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اخبار سعادتك؟ ازيك؟ ربنا يخليك. دكتور اسامه، حضرتك مشارك وحريص كل على المشاركات يا فندم في كل هذه المؤتمرات للتواصل، وتكون حلقه وصل ما بين الشباب وما بين القياده السياسيه. هذه المشاركات ماذا تضفي للشباب دكتور اسامه؟ اولا ياتي المؤتمر طبعا في دوره الانعقاد الحاليه او في هذه الاطلاله الجديده من الاسكندريه، بعد ان انعقد لاول مره في شرم الشيخ، ثم في اسوان، ثم في الاسماعيليه، ثم مره في القاهره او مرتين، ثم اليوم في الاسكندريه، ليمثل في الحقيقه وسيط حقيقي يجمع ابناء الوطن، ليمثل وسيط حقيقي يجمع شرائح الشباب المختلفة بالقيادة السياسية، ليمثل حشد لكل مؤسسات الدولة لتكون مسخرة لخدمة شباب الوطن، للاستماع إليهم، لإبراز القيم والهمم والنماذج المشرفة التي تملأ العين إكبارا وإجلالا منهم. الحقيقة أن المؤتمر يأتي ليمثل فجر جديد لأرض مصر، وإن شاء الله كما ترتبت على المؤتمرات السابقة خطوات حقيقية، ورأينا عمل يجري على أرض الوطن، يكون هذه الإطلالة من المؤتمر مثيل لهذه الموجات السابقة إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتور أسامة، مصر بتعاني طبعا من موجة للأسف الإرهابي، يمكن بالتحديد طبعا محصورة الحمد لله في شمال سيناء، وده نتيجة للفكر المتطرف والأفكار والتعليم الدينية المغلوطة اللي استقوها طبعا يعني من الفكر الإرهابي المتطرف. هذه النقطة على وجه التحديد لو عايزين نرسخ ليها في هذه المؤتمرات وتصل رسالة لكل الشباب اللي ربما بيكون بيتعرض لمثل هذا الفكر، ممكن نستخدم النقطة دي ازاي دكتور أسامة؟ أولا نقول إنه المسألة دي نقدر نستعد ليها ونتحصن ضدها بالوعي، هي قضية الوعي في الحقيقة، وعي الإنسان بشدة خطورة هذه التيارات، أنها تزييف للمعرفة الحقيقية، أنها اجتراء وافتراء على الدين وعلى التاريخ وعلى الإنسانية وعلى الوطنية، أنها تؤول في مآلها الأخير إلى هدم الأوطان وإلى تمزيق الجيوش وإلى تمزيق البلدان. الوعي، شدة وعي الإنسان بخطورة هذه التيارات المتطرفة، هو صمام الأمان وحائط الصد. وبهذه المناسبة أتوجه لشعب مصر العظيم بخالص التهنئة على إطلاق قاعدة محمد نجيب العسكرية، وهي تمثل في الحقيقة إضافة نوعية لقدرات قواتنا المسلحة وحائط صد في وجه أي إنسان يفكر في المساس من أرض هذا الوطن. تبقى نقطة أخيرة وهي القضية المثارة من في الفترة الماضية، الدول الراعية للإرهاب. هذه الدول لابد من أن تكون لنا معها وقفة صارمة من خلال التكتل العربي الذي تم في الفترة الماضية وسوف يستمر، إلى أن تقلع هذه الدول عن تغذيتها للإرهاب، فيقل قدر كبير من أسباب وجود هذا الإرهاب. يبقى عبء فكري على مؤسساتنا الفكرية والعلمية والتعليمية والتربوية والدينية، وربنا يرزقنا التوفيق في القيام به بإذن الله. طيب دكتور أسامة، أخيرا بكل أسف كما فتحنا هذا الموضوع، للأسف بعض الشخصيات ربما المحسوبة على يعني الدين الإسلامي أو محسوبة على الإسلام ربما بشكل أو بآخر يكون لها مشاركة في تغذية هذا الفكر المتطرف. يعني الرسالة التي ربما نقول ونوجهها لكل من يستمع لهؤلاء ونريد أن نصحح هذه المفاهيم يا فندم. أولا قضية الأمانة، أمانة الكلمة، لا يستسهل الإنسان أن يتكلم فيما لا يعلم. هذا الدين أمانة وهذا الوطن أمانة في الحقيقة. ثم أقول للناس جميعا إنه الوعي الحقيقي هو الذي يجعل الإنسان يستطيع أن يفرز ما يسمع من أنواع الخطاب. كان علماؤنا يقولون إذا سمعت إلى أي خطاب فوجدت أنه يؤدي بك إلى الرحمة والأمان والعمران فهو صواب. إذا سمعت أي خطاب من أي شخص كان فوجدته يؤول بك في مآله البعيد إلى الخراب والدماء والرعب فهو مرفوض جملة وتفصيلا، والدين منه بريء، والوعي هو صمام الأمان. بنشكرك يا فندم على مشاركة حضرتك القيمة دكتور أسامة العزاري. شكرا يا فندم، شرفتنا. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. طبعا مشاهدينا الكرام، ما زالت طبعا اللقاءات تتوالى على شاشة النيل الأخبار، ولكن طبعا نذكر حضراتكم بأبرز الموضوعات التي ربما تطرح في جلسات النقاش لليوم وغدا بإذن الله في الإسكندرية عروس البحر المتوسط. نتحدث طبعا عن جلسات كثيرة جدا، من أبرز هذه الجلسات التي ربما تطرح على الشاشات ككل جلسة اسأل الرئيس. هذه الجلسة مخصصة للتواصل مباشرة مع السيد رئيس الجمهورية من خلال فتح المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤتمر لتسجيل أسئلة كل من يريد أن يسأل الرئيس عن موضوع من الموضوعات، سواء في الموضوعات السياسية، الموضوعات الاجتماعية، الشق الخاص بمستقبل الدولة، سياسة الدولة المستقبلية، كيف نتعامل في هذا الموضوع، وكيف يكون هذا
هذا التواصل في هذا الموضوع. هذه الجلسة بالطبع نتواصل فيها رئيس الجمهورية مباشرة وتكون نقطة التقاء ما بين رأس السلطة التنفيذية السيد رئيس الجمهورية والشعب المصري ومن يريد أن يشارك من الحضور من الشباب الذي تم اختياره وانتقاؤه عن طريق التسجيل أو سواء عن طريق المشاركة أو عن طريق المشاركة في البرنامج الرئاسي. هذه الجلسة سيتم الإجابة عن الموضوعات، ربما موضوعات عديدة جدا يتم الإجابة فيها، وبالتحديد طبعا الشق الاقتصادي سيكون له الغلبة كما كان في المؤتمرات السابقة. تحدث الرئيس وفتح قلبه بالطبع عن المشكلات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه مصر في هذه الفترة، ولابد من تكاتف الشعب المصري في كل الفترات حتى نستطيع أن نعبر هذه الفترة بكل ما فيها. كذلك هناك جلسة مخصصة ربما كان العنوان صادم بعض الشيء لمن اطلع على محضر الجلسات. هذه الجلسة ستكون مخصصة من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني فيها، وهي بالطبع تتحدث عن مفاهيم الدولة الفاشلة. بالطبع الحمد لله ليست لو لن تكون مصر من الدول هذه، لكن هي عنوان الجلسة أو العنوان العريض الخاص بالجلسة هو عنوان الدولة الفاشلة. هذه الجلسة سيخصص الجزء الأول منها عن المفاهيم والتعريف الخاصة بها، ثم التطبيقات في الجلسة الثانية. فطبعا هذه الجلسة ربما تكون محور اهتمام كبير نظرا لما بها من الاسم، ربما يكون جذاب بعض الشيء، والكل يريد أن يعرف ماذا سيقال في هذه الجلسة، ما هو تعريف الدولة الفاشلة، على من تنطبق هذه التعريف، وكيف يتم انتشال هذه الدولة والوقوف بجانبها حتى يتم الخروج بها من هذا الحيز الضيق. كذلك نتحدث عن الدعوات التي وجهت لأوائل الثانوية العامة، ومنهم الطالبة مريم فتح الباب وهي الأولى على الثانوية العامة، إن شاء الله سيتم حضورها بشكل كبير للجلسات الخاصة في هذا المؤتمر الهام. كذلك هناك محور آخر سيعقد بشكل مباشر نتحدث فيه عن المشاركات الخاصة بمن يعملون في الشق الاجتماعي. هناك أيضا مشاركة من العاملين أو العاملون في الشق الاجتماعي، سيكون لهم مشاركة بشكل كبير باعتبارهم لهم تجارب نوعية بعض الشيء خلال تجاربهم الحياتية، فبالتالي يمكن الاستفادة منهم ويمكن استقاء المعلومات منهم بشكل كبير حتى يتم تطبيقها للشباب والاستفادة منهم للشباب خلال الفترة القادمة. هذا بالطبع مشاهدينا الكرام، ما زالت التغطية مستمرة على شاشة النيل الأخبار لليوم وغدا بإذن الله. نبدأ بعد قليل ونشرف بحضور السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإعلان عن فتح الدورة الرابعة من مؤتمر الشباب الذي يعقد في محافظة الإسكندرية وتحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية. إن شاء الله نتوالى في تغطيتنا مباشرة على شاشة النيل الأخبار. عودة من جديد لاستديوهاتنا في مسبيرة، وابقى معنا. شكرا زميل، أهلا بكم مرة تانية، ونكمل جولتنا الصحفية مع الأستاذ بسيوني الحلواني مدير تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بك مرة تانية أستاذ بسيوني، وخلينا نكمل جولتنا ونروح لجريدة المصري اليوم. الجامعة العربية تؤجل اجتماعها الوزاري حول القدس إلى يوم الخميس، ومسؤولو أحزاب يطالبون بصد العدوان الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى. ماذا عن تأجيل الجامعة العربية لهذا الاجتماع المهم حول هذه القضية المهمة يمكن اللي بتؤرق كل الوطن العربي الآن؟ أنا يعني أعتقد أن ربما يكون التأجيل لحين انتظار موقف مجلس الأمن. هناك اجتماع مهم اليوم في مجلس الأمن، هناك اجتماع مهم أيضا في منظمة المؤتمر الإسلامي. هذه المؤتمرات ربما يعني تنتظر الجامعة العربية لتعرف مواقفها وردود أفعالها على ما يحدث في القدس. بالتأكيد ما يحدث في القدس يحمل يعني استفزاز جديد من السلطات الاحتلال الإسرائيلي للعرب والمسلمين جميعا. القدس رمز إسلامي مهم لا يشغل العرب وحدهم ولا يهم الفلسطينيين وحدهم، هو رمز إسلامي يهم العالم الإسلامي كله، هو يعني من المهم أن يكون هناك تكاتف وتضامن إسلامي لمواجهة ما يحدث للمسجد الأقصى المبارك. إسرائيل بالتأكيد يعني كانت حساباتها خاطئة كالعادة، تقديراتها للأسف الشديد لاستغلال الموقف العربي وما فيه من انقسامات، واستغلال الموقف الدولي أيضا وما فيه من مشاجرات وانقسامات، أرادت إسرائيل أن تنتهز هذه الفرصة لكي تفترس المسجد الأقصى وتنفذ مخططاتها التهويدية فيه وفي مدينة القدس، ولكنها فوجئت برد فعل قوي ورد فعل عهدناه دائما من أهل القدس ومن سكان المدينة المقدسة.
أعتقد أن الحصار الإسرائيلي للمسجد الأقصى هو حصار ظالم، هو حصار مستفز، اللي يفرض على المجتمع الدولي كله وليس العرب والمسلمين وحدهم موقف أقوى. ينبغي أو يجب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يذهب إلى مجلس الأمن ويطلب وضع المدينة المقدسة تحت الحماية الدولية، حتى ولو لم يحدث هذا، حتى ولو لم يستطع المجتمع الدولي أن يفرض على إسرائيل تطبيق هذا الإجراء، يكفي أن يكون للقيادة الفلسطينية موقف قوي وموقف إيجابي. أيضا الدول العربية لا ينبغي أن تنشغل بخلافاتها ومشكلتها ومشاجرتها مع بعضها البعض وتنشغل عن المسجد الأقصى المبارك. لا ينبغي ترك أطفال وشباب صغار في المسجد الأقصى يواجهون قوات الاحتلال بعصي وبطوب، وننشغل نحن بخلافاتنا وصراعاتنا الداخلية. ما الذي يمكن أن تفعله الجماعة العربية في هذا في هذه القضية؟ ما الذي تملكه الجماعة العربية أن تأخذه من قرارات بخصوص هذا الصدد؟ للأسف الشديد الجماعة العربية، يعني إسرائيل تعودت على مواقف من الجماعة العربية وتعودت على الاستهزاء بها وعلى السخرية منها وعلى عدم النظر إليها، لكن ينبغي أن تقوم الجامعة العربية بواجبها. ينبغي أن تصف الدول العربية كلها في مواجهة إسرائيل. ينبغي أن ننسى خلافاتنا وننسى صراعاتنا وأن يكون لنا وقفة موحدة ووقفة فيها تضامن وفيها قوة وفيها يعني إجراءات ضد إسرائيل. الدول التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل، أعتقد أن مصر صدر منها تهديد لإسرائيل خلال الأيام الماضية. أعتقد أن موقف المجتمع المصري وموقف المؤسسات المصرية غدا ستجتمع هيئة كبار العلماء بالأزهر لإصدار بيان يعني حاسم ورادع ضد إسرائيل وضد ما يحدث المسجد الأقصى. ينبغي أن يكون للدول العربية ولمؤسساتها الثقافية والدينية موقف رد فعل رادع في ضد إسرائيل. نعم، في ختام هذا الحوار أتوجه لحضرتك بالشكر، شكرا جزيلا الأستاذ بسيوني الحلواني مدير تحرير جريدة الجمهورية، سعدت بصحبتك في هذه الجولة. صباح الخير يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. ومشاهدينا الكرام، مكملين معاكم في حلقتنا النهاردة من هذا الصباح، فاصل قصير ونواصل بعده باقي فقرات وحوارات هذا الصباح، فابقوا معنا.